الأحبة في كل مكان، صباح الخير. نقول أهلا بك أيها الصباح، قصيدة رائعة أبيتها كل من يستمع إلينا بروعة هذا الصباح ومعانيه. نتواصل مستمعينا مع قطار الصباح الذي بالتأكيد سينقلنا إلى العديد من المحطات لنلتقي بكم لمواصلة المشوار. وها هي لحظات الصباح المفعمة بالتفاؤل والخير تجمعنا بكم من جديد في حوار مع الوقت حتى 9. نقول صباح الخير لكل الأيادي الطيبة الساعية لخدمة الوطن. لكم جميعا مستمعينا نهدي أطيب التحايا وصباح الخير. يا دارنا يزهى بك المجد والفخر، يا دارنا يزهى بك المجد والفخر، يا شامخه يا عاليه يا مجيده، يا شامخه يا عاليه يا مجيده مجيده، يا غاليه يا اللي ترابك لنا تب، يا غاليه يا اللي ترابك لنا تب، يا ماجده يا خالده يا خالدة يا تليدة يا دار، يحمي ثراك رجال بيديه ومن نصر، يحمي ثراك رجال بيديه ومن نصر، سلطاننا راعي العلوم الأكيدة، سلطاننا راعي العلوم الأكيدة، طاووس في راس العلا سجلك صف، طابوس في راس العلا سجلك صار، اللي احتمت كل الأشاوس بإيده، اللي احتمت كل الأشاوس بإيده، الله يسدد خطوته نحييكم من جديد مستمعينا، ونتمنى أنكم قضيتوا إجازة سعيدة من خلال الإجازة الأسبوعية وأيضا إجازة الهجرة النبوية الشريفة. نتمنى أنكم هكذا قضيتوا أوقات سعيدة وممتعة مع الأهل والأصدقاء، وأنكم اليوم تعودوا إلى أعمالكم وأنتم كلكم
نشاط وحيوية وحب كبير لخدمة هذا الوطن الغالي كل في موقعه. هذه تحيات فريق العمل. تحياتي نجاة سعد معكم في الإعداد والتقديم، والإشراف للزميلة إيمان بنت عبد الله الحسنية. المتابعة والتنسيق انتصار الحارثية. وهذه تحية من الزملاء في المكتبة الإذاعية محمد العامري وعاش المعينية. كل التحية لكم مستمعينا من مخرج هذا اللقاء الصباحي الزميل سعود بن حمد السيابي. على وردة في جنينة جنينة نقشنا اسمنا وعشنا كل ليلة ليلة نزوق عمرنا. على وردة في جنينة جنينة نقشنا اسمنا وعشنا كل ليلة ليلة نزوق عمرنا. بضحكة حلوة مرة وبتقل قلبنا إذن مستمعينا نصل إلى فقرة صحافتنا لهذا اليوم الاثنين الثالث من محرم عام 1436 للهجرة، وكل عام وانتم بخير. الموافقة 27 من أكتوبر 2014 للميلاد. وهذه أبرز العناوين في صحافة هذا الصباح. من أبرز العناوين: جلالة السلطان يهنئ رئيس تركمانستان. رئيس الوزراء التنزاني يصل السلطنة اليوم. انخفاض أسعار النفط درويش يرجح خفض الدعم جزئيا العام المقبل. الأولوية لإصدار صكوك يتراوح حجمها بين 300 و400 مليون دولار.
يشمل 68 مؤسسة ويستهدف 30,000 من دفعتي 2010-2013، أول مسح لخريجي مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية مارس القادم. تكريم 16 فائزا بجائزة تواس السلطنة تدعم البحث العلمي وتسهم في تطويره عالميا. إحباط محاولة تهريب 7 فهود بملف الصاع. ضبط أكثر من 17,000 سلعة مخالفة بشمال الباطنة. استبعاد عبور مركزها إلى أراضي السلطنة، العاصفة المدارية تقترب من سواحل الوسطى وجنوب الشرقية. حاملا قيم التسامح والتعايش والسلام، معرض رسالة الإسلام يصل إلى مالطا. إجراءات عملية لتنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة، إسناد الخدمات الهندسية للمدينة السكنية الجديدة بولاية لوا. انطلاق مؤتمر استراتيجية العمل الاجتماعي بعد غد. يبعد مركزها 750 كيلومترا من سواحل السلطنة، الحالة المدارية تتحول إلى عاصفة، مع قرب العاصفة ارتفاع الأمواج وتضرر قوارب الصيادين برأس مدركة. صحافتنا. تنفيذ أول مسح وطني لخريجي مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية مارس القادم. وتكريم المجيدات والفاعلات بولاية أدم في احتفالية يوم المرأة. لازلنا مستمعينا في قراءة لأبرز الأخبار المحلية في صحافة هذا الصباح. بحضور 350 عالما وأكثر من 150 أكاديميا، اجتماع أكاديمية العالم للعلوم يدعو إلى الدفع بحركة البحوث. السيابية تكرم بلقب سفير دولي بملتقى المسؤولية الاجتماعية بالبحرين. 69,887 موظفة و5587 متقاعدة بالقطاع الحكومي عام 2013، التربية والتعليم تحتل المرتبة الأولى في إعداد المتقاعدات بنسبة 55%. اطلع على بيان الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وصادق على عدة توصيات، بلدي مسقط يناقش بدائل كاسرات السرعة وتطوير منطقة رمال بوشر. مشاريع الكاسرات السرعة وأعمدة إنارة بولايات جنوب الباطنة. و30 طلب احتضان جديدا في بداية العام الجاري، التنمية الاجتماعية ترفع حجم الاهتمام بالرعاية البديلة لأكثر من 150 طفلا وشابا.
الإعلان عن مبادرة شبابية ونتائج الجلسات الاستقرائية بالمحافظات. اليوم السلطنة تحتفل بيوم الشباب العماني. التمكين الوظيفي حلقة عمل لموظفي محافظة الوسطى. التعريف بأنظمة المجلس والبرامج الطبية التخصصية. غدا الاختصاصات الطبية ينظم يوما للتوجيه الوظيفي. منتدى الطب 2020 يعرف بالابتكارات والبحوث الجديدة. أيضا هناك ندوة علمية تستعرض أحدث الطرق العلاجية في طب الأسنان. العامرات تحتفي بالمسنين ببرامج صحية وفحوصات مجانية. المعبيلة الجنوبية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية. يفتتح مطلع الربع الأول من العام القادم مشروع تقاطع جسور المحج بين المنفعة العامة وتأثر المحلات التجارية. غياب التخطيط المدروس كبد المحلات خسائر مادية تقدر بعشرات الآلاف وتسبب في إغلاق بعضها. بلدية مسقط تؤكد وجود طريق فرعي للخدمات والمشروع يصب في كفة المصلحة العامة. ينظمها المنتدى الأدبي على مدى يومين ندوة قراءات في فكر الشيخة عائشة الريامية في بهلة. صحافتنا صحافتنا مهرجان فرق الفنون الشعبية العمانية الثالث ينطلق في صحار اليوم. إلى الصفحات الاقتصادية في عمان. تهدف إلى زيادة انتشار خدمة النطاق العريض وتفادي الحفر في الطرق والأرصفة. تنظيم الاتصالات تصدر لائحة تنظيم استغلال البنية الأساسية غير النشطة والنفاذ إليها. إقبال الشركات اليابانية على الفعاليات يعكس نجاح منتدى عمان للاستثمار. العوفي يقول المشاريع التنموية الضخمة تحتاج إلى رأس مال وشراكة لإدارتها وتشغيلها. جامعة السلطان قابوس تستضيف الدورة الإقليمية للسياسة التجارية. خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط أكثر من 17 ألف سلعة لصالح المستهلك بشمال الباطنة. ولجنة الغرفة بالوسطى تبحث تنشيط الجوانب السياحية والاستثمار. المطالبة بمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام على أعضاء مجالس إدارات الشركات والمفوضين بالتوقيع للاستفادة من تمويل المشروعات الطموحة. السلطنة عضو مؤسس لبنك الاستثمار الآسيوي للبنية الأساسية. واللجنة العمانية الهندية تبحث تطوير الاستثمار وزيادة التبادل التجاري. أيضا التجارة تطلق نسخة محدثة بخدمات إلكترونية جديدة. أخيرا تدشين برنامج تعليم اللغة الإنجليزية بالدقم.
إذن مستمعينا هذا كل ما لدينا في صحافة هذا الصباح، غدا أخبار جديدة وإحنا لازلنا نتواصل معكم، وبكل الود في صباح الخير يا بلادي. همتنا حب الوطن يا سيدي واحلى المعاني في الحياة علمتنا، ألهمتنا حب الوطن يا سيدي واحلى المعاني في الحياة علمتنا، أرض المحبة والفرح غنى لها غنى لها في عيدها وغنى لنا، أرض المحبة والفرح غنى قلوبنا. يلا يا رب الخلايق ربنا تحفظ لنا السلطان نبض قلوبنا. شبه الزعفران ترابها والمسك عطر من شذاه كفوفنا، أرض شبه الزعفران ترابها والمسك عطر من شذاه كفوفنا، نكبر وتكبر في الحياة أحلامنا وهذه عمر نحبها وتحبنا، نكبر وتكبر في الحياة أحلامنا قلوبنا. يلا يا رب الخلايق ربنا تحفظ لنا السلطان نظيف قلوبنا. حالة الطقس، حالة الطقس. إليكم مستمعينا حالة الطقس. احنا كنا نريد نتواصل في هذه الدقائق مع المعنيين بالهيئة العامة للطيران المدني، بس عندهم شوية
ارتباط قالوا لنا مشغولين وإن شاء الله بنتواصل معاهم بعد 10 دقائق من عمر البرنامج. وهذه حالة الطقس بالنسبة للحالة صحة وبوجه عام على معظم محافظات السلطنة، مع تدفق السحب المتفرقة على سواحل محافظتي الوسطى وظفار، واحتمال تكون السحب الركامية مع هطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تكون السحب المنخفضة في الصباح الباكر على المناطق الساحلية لبحر العرب. حالة الطقس، حالة الطقس. الرياح تهب على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان، رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة أثناء النهار، تتحول إلى خفيفة متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على المناطق الساحلية لبحر العرب رياح شمالية شرقية معتدلة، بينما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة. حالة الطقس، حالة الطقس. البحر هائج الموج على ساحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاعا له 3 أمتار، وهائج الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاعا له 1.25 متر. حالة الطقس، حالة الطقس. وهذه درجات الحرارة في بعض المدن العمانية، بالنسبة لمسقط 26 درجة مئوية، وصلالة 23 درجة مئوية، قصب 34، صحار 31، نزوة 36، صور 34، إبرة 34، هيمة 34، البريمي 33، جبل شمس 15 درجة، الجبل الأخضر 23 درجة، وأخيرا قيرون حريتي 29 درجة مئوية. بشر حبايبنا بالخير، غني غناني الصبح يا طير، بشر حبايبنا بالخير، غني 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 غناني الصبح يا طير، غني غناني الصبح يا طير، بشر حبايبنا بالخير، غني غناني الصبح يا طير، بشر حبايبنا بالخير، غني 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 غناني الصبح يا طير، كل نايم قبل الصاحي صباح الفرحة صباح الخير، كل نايم قبل الصاحي صباح الفرحة صباح الخير، غني 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 غناني الصبح يا طير. نحييكم من جديد مستمعينا ونلتقي معكم بكل الود في هذا الصباح المشرق، صباح نتمنى أن يكون صباح سعيد وصباح مليء بالنشاط وحب العمل. للي حابة يتواصل معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة، احنا بالتأكيد نتلقى هذه المشاركات على 90 484 90 484. للجندي نازل لحياته، روح للراعي وغنمات، فلاح يزرع بوطاط، للعامل همه برزقاته، للجندي نادر لحياته، غني 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 غناني الصبح يا طير، غني غناني الصبح يا طير، بشر حبايبنا حبايبنا بالخير، غني 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 غناني الصبح يا طير. طرقاتنا اليوم، طرقاتنا اليوم، طرقاتنا اليوم.
إذن مستمعينا نصل إلى فقرة طرقاتنا اليوم، وتواصل يومي جميل مع المقدم عبد الله السعدي من الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية. مقدم عبد الله، يسعد صباحك بالخير. صباح الخير أخ نجاة، يسعد صباح جميع مستمعينا، ودروب آمنة وسالم إن شاء الله للجميع. إن شاء الله، الله يسمع منك. إذن من خلالك مقدم عبد الله، كيف هي طرقاتنا ومساراتنا في هذا الصباح؟ طرقاتنا اليوم بداية أول يوم عمل بعد الأجازة العام الهجري الجديد. كثافة موجودة حتى هذه اللحظة، احنا موجودين في وسط طرقات مسقط حاليا، والكثافة موجودة خاصة في شارع السلطان قابوس قبل جسر الموالح وحتى ما بعد الصحوة، هذه كثافة وبوطة في الحركة. وأيضا تقاطع حلبان وتقاطع جسر الداخلية مسقط السريع، والدوارات المختلفة اللي موجودة في دوار المود، دوار السلام في المعبيلة والخوض، وأيضا العامرات، دوار الجملة، دوار المركز الشرطة، يعني بشكل عام الكثافة المرورية في محافظة مسقط موجودة في كل النقاط الرئيسية، في شوارع الخدمة كان أو الطرق الرئيسية، لكن لا يوجد ما يعكر صفو الطريق تعطل، ما عدا عندنا تعطل إشارة جسر الموالح اللي هي تربط اللي قادمين من الخوض وايضا متجهين الى الموج. وايضا المتجهين هذه متعطل، لا زال حاليا فريق تصليح الاشاره موجودين في الموقع، وايضا فريق من المرور ومن المركز المختص لتسيير حركه السير في هذه الاشاره. بشكل عام ما في شيء يعكر صفو الطريق جميع المحافظات ايضا، لكن الكثافه في الفتره الصباحيه هذه تمتد بعض الاحيان خاصة أول يوم دوام إلى الساعة 9 صباحا. فنتمنى من الجميع التحلي بالصبر، وتأكيد إن شاء الله مع مرور الوقت بيكون الطريق أسرع من فترة الصباحية لهذا اليوم. أيضا المقدم بالنسبة لشارع مسقط السريع كالمعتاد أن تكون في زحمة في المخارج فقط. زحمة في المخارج، يعني على بداية أول شيء بداية تقاطع جسر حلبان اللي طبعا حاليا بالإنشاءات حاليا قائمين فيه، وبالتالي في تحويلات وكثافة مرورية، لأن طبعا محافظتي جنوب وشمال الباطنة تعد من الكثافة السكانية والقادمين لما أيضا مسقط لأعمالهم، وأيضا الجسر الداخلية أيضا ملتقى لقادمين من الظاهرة وقادمين من الشرقي شمال وجنوب أيضا والداخلية، وبالتالي أيضا عليه كثافة مرورية. فبشكل عام الملتقيات اللي هي التقاء الجسور والمداخل، وحتى بعض الأحيان يعني مثل عندك جسر شارع سلطان قابوس كثافة بسبب أيضا الالتقاء، مثل عندك بسبب برق الصحوة واصل كثافة يعني إلى جسر إلى عبور المشاة الحيل، يعني حاليا أنا في الموقع والكثافة موجودة ولكن تمشي السرعة بطيئة لا تتجاوز ما بين 20 إلى 30 كيلو متر في الساعة. نعم، وفي سبب رئيسي أيضا مقدم عبد الله لانسيابية الشارع في خلال هالأيام، عدم وجود الشاحنات في هذه الفترة. لا، هو الشاحنات في الفترة هذه أيضا له سبب، لكن الشاحنات في فترة الصباحية في توقف معانا من الساعة 6:30 حتى الساعة 9. يعني هي هذه فترة الذروة ما موجودة الشاحنات. وقت الذروة نعم. أيوة. لكن تقصي على أساس أن الميناء حاليا خف الشاحنات، وبالتالي أكيد لأن له دور يعني، لكن حنا نتكلم عن فترة الذروة حاليا فترة الصباحية، يعني فترة من الست من السادسة ونصف وحتى الساعة التاسعة الشاحنات لا توجد، ما عدا طبعا الشاحنات اللي أقل من 10 طن يسمح بها، أما من 10 طن فما أعلى فهي يمنع استمرارها في خلال الفترة هذه، لكن الكثافة موجودة بسبب الجميع المتجهين إلى أعمالهم وخاصة إنه بعد إجازة يعني. بعد الإجازة، وخاصة دائما ما تشهد أول يوم عمل كان يوم الأحد أو كان يصادف إجازة، دائما ما تكون بدايه اول يوم عمل تكون كثافه مروريه بشكل عام يعني اكثر من الايام الاخرى، يعني مثل الثلاثاء والاربعاء والخميس. نعم. من بقيه الاسبوع يعني. صحيح. وماذا عن المحافظات الاخرى مقدم عبد الله؟ المحافظات الاخرى ايضا كثافه موجوده في كل المحافظات يعني دون استثناء، وخاصه محافظه ظفار وجنوب وشمال الباطنه، وايضا جميع المحافظات دون استثناء بقيه المحافظات على متمركزه على المداخل، واكثر شيء خاصه اللي فيها مداخل ودوارات وإشارات مرورية، بالتالي تكون هذه الكثافة مرورية متواجدة يعني، وبعض المحافظات أيضا مستوى الكثافة أقل، لكن لا يوجد لله الحمد ما يعكر صفو هذه المسارات بشكل عام، لا في تعطل مركبات كان أو حوادث سير، وانتشار مروري بشكل عام موجود، وأيضا مساندة من قبل المراكز في كل المحافظات لتسهيل حركة السير لكل العابرين عبر هذه الطرقات، وأيضا
لا سمح الله وجود حوادث سيركون التحرك بأسرع ما يمكن لإخراج المركبات أيضا وتسهيل حركة السير لكل العابرين. نعم. كل المواقع. نعم عموما السلام احنا نتمناها للجميع في مختلف مساراتهم. احنا نشكرك مقدم عبد الله السعدي من الإدارة العامة للمرور على هذا التواصل، وإن شاء الله في الغد يتجدد اللقاء معك مقدم عبد الله. إن شاء الله. شكرا سجاد، وأتمنى لكم يوما موفقا ودوام لكل الجميع أجمعين إن شاء الله. شكرا لك يعطيك العافية. شكرا لك. حياك الله. الهاتف النقال ومدى استخدام قائد المركبة له أثناء القيادة. مال الهاتف النقال بعد؟ مال الهاتف النقال؟ لا تقولوا لا نستخدمه لأنه صار من ضروريات الحياة وما نقدر عنه. أجل، هذا صحيح، أصبح الهاتف النقال من ضروريات الحياة، ولكن كيف نستخدمه أثناء قيادة المركبة؟ كيف نستخدمه بعد؟ كيف نستخدمه؟ ها هذا الحين جاني أنا اتصال، كيف ما أرد علي يعني؟ ما أرد علي؟ لا أنا لازم أرد عليه. رد على المكالمة، ولكن قف أولا. هنا أوقف، أنا مستعجل. إذن استخدم السماعة المخصصة للهاتف وأنت تسير بمركبتك. ما عندي سماعة وأنا لازم أرد على المكالمة، لازم خلينا أسير. ذهب بمركبته ولم يستخدم السماعة الخاصة بالهاتف النقال، ولم يقف لفترة من الزمن كي ينهي مكالمته دون مخاطرة، وفجأة زين ما صدمت، الله المستعان، حمد لله. ليس هو، ولكنك أنت الذي كنت مسترسلا في حديثك في الهاتف النقال دون سماعة ودون أن تقف، ولم تنتبه على الشارع العام، ولم تستطع السيطرة على مقود المركبة. صدقت، أنا فقدت السيطرة على مقود السيارة لأني كنت أسوق بيد واحدة وكنت أتكلم. لا شك أن الهاتف النقال وسيلة اتصال مفيدة، خاصة في حال طلب النجدة والمساعدة، ولكن ضرره أكبر من نفعه حين التحدث لمسافات دون التوقف خارج مسارب الطريق، والاستمرار في الانشغال بالمكالمات المتواصلة أثناء القيادة، مما يربك الحركة ويتسبب في وقوع حوادث مرورية مفاجئة وخطرة. الالتزام يا جماعة الخير فيه الأمان. وسلمكم الله دائما من مخاطر الطريق. معا دائما جنبا إلى جنب، معا دائما جنبا إلى جنب، معا دائما جنبا إلى جنب، معا دائما جنبا إلى جنب. كلنا شرطة. السلامة المرورية مع تحيات أحمد بن درويش الحمداني، محمود بن عبيد الحسني. We'll be right back.
نتواصل معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة من خلال برنامجنا صباح الخير يا بلادي. اليوم السلطنة تحتفل بيوم الشباب العماني، حيث تحتفل مستمعين اللجنة الوطنية للشباب اليوم بذكرى المباركة السامية بتحديد يوم 26 من أكتوبر يوما للشباب العماني. للحديث وتسليط الضوء مستمعين على هذا الاحتفال يسرنا أن يتواصل معنا الآن وعلى الهواء مباشرة مشكورا الأخ الفاضل محمد بن مرهون المكتومي، وهو أخصائي لجان باللجنة الوطنية للشباب. أخ محمد يسعد صباحك بالخير. أهلا وسهلا أستاذ نجا، وصباح الشباب لا يتقدم الوطن إلا بهم إن شاء الله. إن شاء الله. إذن أخ محمد، كيف سيتم الاحتفال من قبلكم بهذه المناسبة الغالية؟ إن شاء الله البلاد كلها تحتفل، ليس في اللجنة الوطنية للشباب، فجهات أخرى ستحتفل مع اللجنة الوطنية للشباب. نعم، كيفية الاحتفال بهذه المناسبة من خلالكم أخ محمد؟ هو أعد فريق تنسيقي لهذه الفعالية بقرار من مجلس الوزراء كان برئاسته اللجنة الوطنية للشباب، وكذلك وزارة التنمية ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة التراث ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية. نعم، طيب نتعرف من خلالك على أبرز الفعاليات اللي بيتم تقديمها من خلال احتفالكم هذا المساء. اليوم عندنا عدة فعاليات، أولها الحفل هذا في الصباح. نعم. يكون يشمل عدد من الفقرات، وكذلك عندنا تدشين مبادرة وهي مبادرة تمكين لمشاركة الشباب في صناعة أفكار إبداعية تنافسية في مختلف المحافظات. نعم، وحسب علمي أن بيكون اليوم في هناك إعلان عن مبادرات شبابية. نعم، هذه هي المبادرة التي ستعلن عنها اللجنة، ستكون عبارة عن تنافس بين أفكار الشباب بحيث أنهم يقدموا المرتكزات التي جاء منها يوم الشباب في محافظاتهم، وبالتالي سندعمهم معرفيا وماليا إن شاء الله. إن شاء الله. بس نذكر المستمع الكريم وين بيكون المكان، وين بيكون مكان الاحتفال أخ محمد؟ الاحتفال في قاعة عمان في قصر البستاني إن شاء الله. هناك دعوات خاصة وهناك دعوات عامة إن شاء الله. يشتمل يعني الحفل اليوم هو عبارة عن احتفالات رسمية، لكن نؤكد على ثلاث نقاط في هذا الحفل. يؤكد الحفل على متطلبات الشباب من خلال عرض الاستقرار الذي قدمته اللجنة أو نفذته اللجنة في المحافظات والولايات المختلفة في ولاية السلطنة. كذلك يركز على أنه هناك البحث العلمي له دور في حل قضايا الشباب، فسيستعرض إن شاء الله نتائج مشروع علمي قامت به اللجنة وهو مشروع الاستكتاب. نعم، عموما احنا نتمنى لكم التوفيق وكم موفقين يعني في هذا الحفل. كان معنا الفاضل محمد بن مرهون المكتومي، أخصائي لجان باللجنة الوطنية للشباب. شكرا لك أخ محمد، موفقين إن شاء الله. شكرا، شكرا أستاذ نجا، وشكرا على الاستضافة، وهذه عادتكم، بارك الله فيك. شكرا لك، واجب، شكرا لك. نحن الشباب للوطن، درع له عند المحن، نحن الشباب للوطن، درع له عند المحن، نهدي له عبر الزمن أرواحنا، أرواحنا بلا ثمن، أرواحنا بلا ثمن، أرواحنا بلا ثمن. هادي عمان أمنا، في أرضها طاب الجنى، هادي عمان، عمان أمنا، في أرضها طاب الجنى، قابوس قد علمنا، علمنا، قابوس قد علمنا، علمنا، بالجد نرفع البناء، البناء، بالجد نرفع البناء،
البناء بالجد نرفع البناء نحن الشباب للوطن درع له عند المحن نحن الشباب للوطن درع له عند المحن نهدي له عبر الزمن أرواحنا أرواحنا بلا ثمن أرواحنا بلا ثمن أرواحنا بلا ثمن. صباح الخير يا بلادي. أهلا بكم معنا من جديد. وتواصلنا على الرسائل النصية 90-484-90484. عزيزي المستمع، أنت من تكتب تاريخ حياتك، فاجعله دائما ناصع البياض يفيد الآخرين. وأنت من تزرع في كل صباح كل معاني العطاء والوفاء والمحبة. وأنت من تكتب لنفسك مكانا في هذا الوجود، فتوكل على الخالق عز وجل وابدأ يومك بكل محبة وتفاؤل. معكم مستمعينا في هذا التواصل الصباحي المباشر حتى التاسعة. ابقوا معنا. صار سمعي ويشرح كل وجداني لغاب صوتك نهار ما بلغ سمعي. يغار سمعي ويشرح كل وجداني لغاب صوتك نهار ما بلغ سمعي. يغار سمعي ويشرح كل وجداني لغاب صوتك نهار ما بلغ سمعي. يغار سمعي ويشرح كل وجداني لغاب صوتك نهار ما بلغ سمعي. حياكم من جديد مستمعينا، وإحنا معكم في تواصل وعلى الهواء مباشرة من خلال برنامجنا صباح الخير يا بلادي. نأخذكم إلى معلومة إحصائية، والمعلومة اليوم خاصة بيوم الشباب والاحتفال بهذا اليوم. يسرنا أن يتواصل معنا الآن الفاضل هاشم بن محمد الهاشمي، وهو القائم بأعمال مدير دائرة قياس الرأي العام بالمديرية العامة للمعلومات. أخ هاشم، يسعد صباحك بالخير. صباح النور، أهلا وسهلا بكم. حياك الله. إذا مثل ما ذكرنا معلومة إحصائية لهذا اليوم بتكون خاصة بالاحتفال بيوم الشباب. من خلالك أخ هاشم، لو تحدثنا عن أبرز الأنشطة اللي قام فيها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات واللي تتعلق بالشباب العماني. طبعا تزامنا مع الاحتفال بهذا يوم الشباب وتقديرا لاهميه الشباب العماني دوره في المجتمع
قام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لتنفيذ استطلاعين للرأي حول توجهات الشباب نحو سوق العمل. الأول كان في شهر يونيو 2013 والآخر كان في يونيو 2014. طيب إيش هي الفئة العمرية اللي يندرج تحتها مفهوم الشباب، وإيش هي نسبة الشباب العماني في المجتمع؟ طبعا الشباب العماني تم تعريفه حسب اللجنة الوطنية للشباب هم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 سنة. وهذا التعريف يتماشي مع جامعة الدول العربية، وبما اختصرت هيئة الأمم المتحدة على الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة. والشباب العماني يشكل بنسبته حوالي 32.0% من إجمالي السكان العمانيين. جميل. طيب على ماذا شمل هذا الاستطلاع، وإيش هي الجوانب اللي تضمنها أخ هاشم؟ الاستطلاع بشكل عام استهدف تحديث البنية المعرفية والوصول إلى فهم أعمق لتوجهات الشباب العماني نحو سوق العمل، وبشكل خاص استهدف الاستطلاع إلى التعرف على نوع القطاع نوع قطاع العمل المفضل لدى الشباب، كذلك الآليات المتبعة لديهم في الحصول على الوظائف، بالإضافة إلى معرفة الحد الأدنى للراتب المقبول في القطاعين سواء الحكومي والخاص، وتقييم الشباب بالدور الذي تقوم به دور تشغيل الشباب، بالإضافة إلى معرفة مصادر المعلومات التي يستخدمها الشباب للحصول على معلومات الخاصة بهم. نعم. طيب من خلالك أخ هاشم، يعني كيف تم تنفيذ هذا الاستطلاع وجمع البيانات وأيضا التواصل مع هؤلاء الشباب؟ الاستطلاع تم تنفيذه عن طريق مركز اتصال مهيئ ومعد خصيصا لغرض إجراء الاستطلاعات والمسوح، وكان ذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة المستخدمة في جمع البيانات. وفي هذا الاستطلاعين تم استخدام الهاتف والإنترنت في جمع البيانات، الإنترنت هو نقصد بالويب سيرفين. طيب هل هناك فئة خلينا نقول محددة كانت مستهدفة في هذا الاستطلاع بين هؤلاء الشباب؟ نعم بالضبط، كان في هناك ثلاث فئات من الشباب العماني في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة بأحجام مختلفة. الفئة الأولى كانت هم مثل الطلبة الجامعيين، وكان عددهم حوالي 3466 طالب، وهم من الطلبة المقيدين على مقاعد التعليم. وهذه الفئة تم جمع البيانات عن طريق الإنترنت. الفئة الثانية هم الشباب الباحثين عن عمل، كان حجم العينة ما يقارب 3000 من الفئة الشباب الباحثين عن عمل، والهاتف كان الطريقة المستخدمة في جمع البيانات. والفئة الأخيرة هي كان الشباب المشتغلين، وبلغ حجم العينة حوالي 1000، وطبعا المشتغلين في القطاع العين الحكومي والخاص، وكذلك جمعت البيانات عن طريق الهاتف أيضا. جميل. طيب كيف كان التعاون والاستجابة من قبل الشباب من خلال هذا الاستطلاع؟ حقيقة دائما المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يؤكد دائما في كل الاستطلاعات والمسوح التي نفذها حرصه المستمر على الحفاظ على سرية البيانات المشار إليها في المادة 8 من القانون الإحصائي صادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 29/2001 والتي كفلت سرية البيانات. واتضح لنا من الاستجابة بشكل كبير، وهذه السرية التي يمنحها المركز تمنح للمستجيب ثقة في التعاون والاستجابة، وبناء على ذلك كانت الاستجابة جيدة وملموسة من قبل الشباب العماني. جميل. طيب سؤال أخير، ما هي أبرز النتائج اللي يمكن ذكرها وتوضح توجهات الشباب في الجوانب اللي شملها هذا الاستطلاع؟ طبعا ممكن نذكر من أبرز نتائج هذا الاستطلاعين هو أن القطاع الحكومي لا زال يستقطب الشباب العماني، إذ أن حوالي 95% من الشباب الباحثين عن عمل يفضلون القطاع الحكومي، أما بالنسبة للمشتغلين أصلت نسبة إلى 87%، وبين الطلاب الجامعيين حوالي 65%. وبشكل عام تفضيل القطاع الحكومي يزيد بين الإناث عن الذكور. أما بالنسبة لجانب عن تأهيل وعلاقته بسوق العمل، نسبة كبيرة من الشباب يعتقدون أن تأهيلهم الدراسي يؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد، وصلت هذه النسبة إلى حوالي 71% بين الطلاب الجامعيين، و 85% بين الباحثين عن عمل، و 82 من المشتغلين. كذلك في هناك نبذ نتائج، أهم عامل يفكر به الشباب عند المفاضلة بين مختلف الوظائف بشكل عام هو أن تتمتع الوظيفة بالأمان والاستقرار، وأن يكون هناك راتب جيد وحافز جيدة. كذلك النتائج من أبرز النتائج تتعلق بجانب الرضا الوظيفي، مستوى الرضا الوظيفي في القطاع الخاص بلغ حوالي 64% بين الشباب المشتغلين في هذا القطاع، مقابل 88% بين المشتغلين في القطاع الحكومي. وبشكل عام كذلك يزيد مستوى الرضا بين الإناث عن الذكور.
كذلك ممكن نتكلم عن التقاعد المبكر. هناك شخص من كل 5 أشخاص ينوي التقاعد قبل سن التقاعد القانوني، وتزداد هذه النسبة بالضبط في القطاع الحكومي. وممكن نتكلم عن جانب الأخير هو الإعلام ومصادر المعلومات. بالنسبة لاستخدام الإنترنت، أشارت النتائج إلى أنه حوالي 85% من الطلاب الجامعيين يستخدموا الإنترنت، كذلك حوالي 36% من الشباب الباحثين عن عمل، و 57% من المشتغلين. وآخر نقطة ممكن نتكلم عنها كذلك أنه تخص جانب المعلومات، أكثر من نصف الشباب يشاهد التلفزيون بشكل يومي، وعرب حوالي ثلث الشباب أنهم يفضلون القنوات التلفزيونية العمانية على غير العمانية. نعم. هذه هي أبرز النتائج اللي ممكن نتكلم عنها وتوضح توجهات الشباب في الاستطلاعين التي نفذها المركز الوطني. نعم، عموما احنا نشكرك على هذه الوقفة الطيبة واعطانا هذه المعلومات عن احصائية للشباب خاصة بالاحتفال بيوم الشباب. كان معنا الفاضل هاشم بن محمد الهاشمي القائم باعمال مدير دائرة قياس الرأي العام بالمديرية العامة للمعلومات. شكرا لك اخ هاشم، ويعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. العفو. العفو. تسلم. العفو. تسلم. مع السلامة. نحن الشباب للجهاد والفداء، نرفع رايات المعالي والهدى. نحن الشباب للجهاد والفداء، نرفع رايات المعالي والهدى. نحمي الحمى من كل معتد عدا، تحت قيادة الملك المفتدى، قابوس من عزت به أوطاننا، قابوس من عزت به أوطاننا. قابوس من عزت به أوطاننا، قابوس من عزت به أوطاننا. هيا بنو الأحرار، هيا للعلا، نسمو بهمة بعيدات المدى. هيا بنو الأحرار، هيا للعلا، نسمو بهمة بعيدات المدى. نحمي تراثا في أعز المستوى، ونستعيد ماضيا قد انطوى. أحياه قابوس العلا سلطاننا، أحياه قابوس العلا سلطاننا. من عزت به أوطاننا، قابوس من عزت به أوطاننا. بنات المجد العز الأشام، أشبال وأسد الشورى منذ القدم. كنا بنات المجد والعز الأشام، أشبال وأسد الشورى منذ القدم. تاريخنا تعرفه كل الإمام، صدقا وإذا قلنا وصبر في اللقاء، أقوالنا تصدقها أفعالنا، أقوالنا تصدقها أفعالنا. نحييكم من جديد مستمعينا، وإحنا معكم في هذه الرحلة الصباحية اليومية وعلى الهواء مباشرة، واللي بالتأكيد تستمر معكم حتى 9. معرض البيت العصري يستعرض مجموعة شاملة من المعدات والمنتجات.
حيث مستمعينا تنطلق اليوم أعمال معرض البيت العصري 2014 والذي تنظمه الشركة العالمية للمعارض والمؤتمرات، ويستمر هذا المعرض لمدة 3 أيام. وسوف يوفر معرض البيت العصري 2014 الذي يعد من أكبر المعارض بالسلطنة لبناء المنازل والتصاميم الداخلية للزوار فرصة غير مسبوقة للاختيار من بين مجموعة شاملة من المعدات وأيضا المنتجات والخدمات. يشارك في هذا المعرض عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن ممثلي قطاعات البناء والعقارات والتصاميم وأيضا الديكورات المنزلية. ويضم المعرض مزيج شامل من المنتجات والخدمات مثل الأثاث والمفروشات وأطقم غرف النوم ودورات المياه والأجهزة المنزلية والمطابخ العصرية والأبواب والنوافذ والأصباغ وأيضا الأرضيات والإلكترونيات ومواد البناء ومجموعة مختارة مع حلول المنازل الذكية وغيرها. أيضا يستعرض مقدمو الخدمات أعمالهم اللي بالتأكيد تلبي جميع جوانب امتلاك أو بناء منزل، حيث تشمل الاستشارات العقارية ومصممي ديكورات الداخلية والمؤسسات المالية اللي تقدم القروض المنزلية وغيرها. إذا مثل ما ذكرت مستمعينا، معرض البيت العصري يستعرض مجموعة شاملة من المعدات والمنتجات، وهذا المعرض بيتواصل لمدة 3 أيام. أحب واحد يحب غيري بعد 10، وشفت اليوم جزاة الحب وتقديري يطير من عيوني يا عيوني النوم. أحب واحد يحب غيري بعد 10، وشفت يقول اني
نحييكم من جديد مستمعينا. عزيزي المستمع، نقول لك تذكر تذكر بأن كل شيء تستطيع فعله وكل شيء تحتاج أن تحلو به اعمله الآن وبلا تردد، فالجرأة هي العبقرية والقوة الكامنة التي لها مفعول التوهج. وتذكر عزيزي المستمع بأنه عندما تصبح الأمور أصعب والظروف أقصى، في هذا الوقت بالذات تحتاج إلى هدف محدد. أخيرا، إذا انتظرنا حتى تكون كل الظروف ملائمة للإنجاز سيكون الوقت قد فات. معكم وصباح الخير. إذن مستمعين، إحنا بعد الفاصل بناخذكم إلى رحلة طويلة، تعرفوا وين؟ إلى الصين. أميرتي صورتك كل من نظرها هو يلتفت للخيل، ولا جمالك يدرك شباه محلى نحرك ونحرها، ونا من الثنتين خوف ومهالك. بلحظة تكبرك كل حي انتظرها، حتى عباتك شم ريحة عطرها يا قايد الغزلان. نحييكم من جديد مستمعينا، مثل ما قلت لكم قبل الفاصل الغنائي ان احنا بناخذكم الى رحلة طويلة، بناخذكم الى الصين والحديث عن الملتقى الثالث للشباب. ومباشرة من هناك تواصل معنا زميلنا حمد بن عامر الحبسي. حمد، يسعد صباحك بالخير، حياك الله. حمد تسمعني؟ صباح الخير لجاو، صباح جميل لجميع المستمعين من هنا من العاصمة الصينية بكين، حيث فعاليات الملتقى الثالث للشباب العربي والذي يأتي بتنظيم من وزارة الخارجية الصينية ويستمر إن شاء الله حتى 31 من هذا الشهر. نجح هذه المشاركة العربية الثالثة في هذا الملتقى، وتأتي هذه المشاركة بهدف تبادل الثقافة والحضارة بين الجانب الصيني والدول العربية. هناك مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، وكذلك السلطنة لها مشاركة بوفد في هذا الملتقى الذي تتنوع فيه الفعاليات والمناشط، وكذلك تتنوع فيه الزيارات حول لمعرفة الثقافة الصينية والمعالم الصينية، وكذلك الأماكن التي تشتهر بها جمهورية الصين الشعبية. نجعل الحديث أكثر عن هذه الزيارة وعن هذا الملتقى. ألتقي هنا بالأستاذ رائد علي صالح، وهو رئيس قسم جدول الأعمال واللجان الوزارية بجامعة الدول العربية. سأرحبك في هذا اللقاء، وبداية يعني أهمية هذا اللقاء بالنسبة للدول العربية وكذلك العلاقة بين الصين والدول العربية في تنمية مثل هذه العلاقات. شكرا جزيلا أستاذ، تحياتي لمستمعي إذاعة سلطنة عمان. تأتي هذه الزيارة الثالثة للوفد الشباب العربي، وضمن فعاليات تطوير العلاقات العربية الصينية ضمن فعاليات منتدى التعاون العربي الصيني الذي تم توقيعه في عام 2004. هذا الوفد يعني ممثل من دبلوماسيين اثنين من جامعة الدول العربية وشباب أيضا من مختلف الوزارات في الدول العربية، 17 دولة عربية. وفي برنامج
في برنامج يستمر إلى يوم الجمعة القادم، من ضمنه أيضا زيارة مدينتين غير بكين، وغدا تنتهي فعاليات البرنامج في بكين، ونتوجه بعدها إلى المطار لنسافر لمدينة أخرى وهي مدينة ذات طابع إسلامي. ويأتي هذا تأتي هذه تأتي هذه الزيارة تتويجا للعلاقات العربية الصينية في هذا المجال. نعم. طيب ما هي الأهداف اللي ممكن تتحقق من هذا الملتقى بالنسبة للوفود العربية؟ والتعرف على معالم الصين والارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية في المجالات. كل واحد من عندنا أكيد حياخذ صورة، ينقل صورة إلى مجتمعه ودولته، وبالتالي يعني وستتكرر هذه الزيارات. هي تأتي هذه الزيارات كل فترة يتم، وإحنا الآن هذه الوجبة الثالثة من وفد الشباب العربي. نعم أستاذ رائد، بالنسبة للبرنامج خلال اليومين الماضيين يعني يمكن تضمن على زيارات وكذلك لقاءات وجلسات حوارية مع مجموعة من المسؤولين هنا بالحكومة الصينية، كيف خرجت هذه اللقاءات وهذه الجلسات بالنسبة لكم أنتم، وكيف رأيتم يعني النظرة المستقبلية لهذه العلاقة بين الصين والدول العربية؟ العلاقات العربية الصينية من خلال اللقاءات اللي تمت باليومين الماضيين يعني تبشر بخير، والدليل من يتابع المؤشرات التبادل التجاري الصيني مع الدول العربية يرى أن يعني معظم الدول العربية الصين تحتل الصدارة في قائمة الدول التي تستورد المنتجات الصينية، وأيضا الدول العربية بالمقابل تصدر للصين المنتجات أو النفط الخام. أشكرك أستاذ رائد بن علي صالح رئيس قسم التجارة والأعمال واللجان الوزارية عن هذا الحديث، وإن شاء الله نتمنى أن تكلل هذه الزيارة بالنجاح وتحقيق الأهداف إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذنا العزيز. شكرا. إذا نرجع يعني هذه تفاصيل هذه الزيارة. بالنسبة للوفد العماني طبعا هناك مشاركة واسعة في مختلف فعاليات هذا الملتقى، بالأمس قمنا معرض مصغر للتعريف بالمعالم السياحية وكذلك بالسلطنة من خلال توزيع مجموعة من الكتيبات وتوزيع مجموعة من المنشورات من وزارة السياحة للتعريف عن المقومات السياحية التي تشتهر بها السلطنة، وكذلك الأجواء المناخية التي من خلالها نستطيع أن نستقطب سواح من داخل وخارج السلطنة، كذلك الوفد العربي المشارك في هذه الفعالية يعني كانت لنا مبادلات وجلسات حوارية معهم لتبادل كذلك الآراء والمقترحات وبعض تدارس بعض الأوضاع المتعلقة في التعاون بين السلطنة وهذه الدول العربية. نتمنى إن شاء الله يعني أن تتحقق الأهداف وكذلك يعني أن نحقق يعني الرؤى المستقبلية لمثل هذه الملتقيات من خلال العلاقة الصينية العربية، وأن تكمل مثل هذه اللقاءات بالنجاح إن شاء الله للدول العربية في المستقبل القريب إن شاء الله. عموما نحن نشكرك زميلنا حمد بن عامر الحبسي، وبالتأكيد نشكر ضيفك الكريم على تواصله معنا وتفضل بالحديث من خلال برنامجنا وحديثكم الشيق أيضا عن مشاركة السلطنة بالملتقى الثالث للشباب الصين. نقول كل التوفيق، بالتأكيد بكلنا تواصل آخر معك حمد من خلال فعاليات هذا الملتقى. شكرا لك ويعطيكم العافية إن شاء الله، موفقين. شكرا لك وشكرا للمستمعين. شكرا لك، حياك الله.
محطتنا التالية مستمعينا في الحديث عن مهرجان فرق الفنون الشعبية العمانية الثالث الذي سينطلق في صحار اليوم. ولالي إلى حلو هذا التفاعل من المخرج. عموماً مستمعينا مثل ما ذكرت وقفتنا القادمة في الحديث عن مهرجان فرق الفنون التقليدية الثالث بولاية صحار. ولتسليط الضوء على هذا المهرجان يسرنا أن يتواصل معنا الآن مشكوراً وعلى الهواء مباشرة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وهو مدير دائرة الفنون التقليدية بوزارة التراث والثقافة. السيد سعيد سعيد صباحك بالخير. صباحكم النور. حياك الله. إذا يا سيد سعيد تعطينا فكرة ماذا عن عن هذا المهرجان في نسخته الثالثة هذا العام؟ مهرجان هذا العام إن شاء الله بيكون مركز على فن الرقص الحماسية وفن الرقص طبعا مرشح للقائمة العالمية للتراث الثقافي غير المادي إن شاء الله الملف يقدم هذا العام. بيتضمن كذلك فن الرواح وفن المزلف. فعاليات المهرجان هذا العام خرجت عن المسابقة، فقط عروض مقدمة من الفرق، وهذا كان طبعا بناء على توصية مقدمة من رؤساء الفرق المعنية. نعم. طيب سيد سعيد بالنسبة لهذا المهرجان بيستمر لمدة كم يوم؟ إن شاء الله الختام بيكون يوم 30، الافتتاح يوم 27، 4 أيام. نعم. غدا وبعد غد إن شاء الله بتكون الفعاليات من الساعة 7 مساء في مركز البلدية الترفيهي ومركز صحاب الترفيه، وبيكون طبعا دعوة بتكون دعوة عامة للجمهور. يوم الخميس بيكون ختام المهرجان إن شاء الله. نعم. طيب هل هناك مثلا خلينا نقول من فعاليات مصاحبة لهذا المهرجان مثل تقديم ندوة أو ما شابه ذلك؟ بالفعل يوم 29 صباح إن شاء الله في ندوة عن التراث الثقافي غير المادي أحياءه وغرسه ونشره، وتتكلم عن التوثيق والتعليم والإعلام. نعم. ثلاث أوراق عمل بتقدم إن شاء الله من قبل ثلاث دكاترة، دكتور أبو علام ودكتور عبد الله أبو سعيدي والدكتور سعيد السيابي، اللي إن شاء الله راح يثروا الندوة هذه بأوراق عمل. نعم. ماذا عن الفرق المشاركة في هذا المهرجان سيد سعيد؟ طبعا الفرق اللي راح تشارك مرت بمرحلة أولى وهي مرحلة تقييم ممكن نطلق عليها، تم من خلال لجنة تحكيم أو لجنة فرد اختيار 6 فرق انطبقت عليها جميع المعايير الخاصة بالمسابقة، بالإضافة إلى فرقة لفن الرواح بتشاركنا من مسندم إن شاء الله، وفرقة المزلف بتكون من الشرقية. نعم. دعنا نعرف أيضا المستمع الكريم سيد سعيد وين بيكون موقع هذا الاحتفال؟ مثل ما أسلف في مركز البلدية الترفيهي في صحار. نعم. الساعة 7 مساء من اليوم يعني حفل الافتتاح بيكون، وبكرة في نفس التوقيت وبعده كذلك، والختام في نفس التوقيت وفي نفس الموقع. نعم. عموما كل التوفيق نتمنى لكم السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير دائرة الفنون التقليدية بوزارة التراث والثقافة، وكان الحديث عن مهرجان فرق الفنون التقليدية الثالث بولاية صحار. شكرا لك سيد سعيد. شاكر لكم متابعتكم. حياك الله. شكرا لك. موفقين إن شاء الله. يا دعني دعني دعني
رياض رياض. إذن مستمعينا من أخبارنا الرياضية، بعد النجاح الجماهيري لمباراة صحن وصحار، النهضة يقدم إغراءات كبيرة لجماهيره في مباراة الخابورة. اعتذار رئيس المنتخبات وغياب ثلاثة عن جمعية الهوكي. ثلاث حكام يشاركون في اختبار اللياقة بماليزيا. المرضوف يتفقد سير العمل الرياضي بمحافظة الوسطى. ومنتخب فتيات الطائرة يعسكر بتونس استعدادا للبطولة الخليجية بالبحرين. اللجنة المنظمة لرالي عمان الدولي تواصل استعداداتها، المتسابقون يبدون جاهزية تامة. الجماهير نجم الجولة السادسة، نتائج متفاوتة تقلب التوقعات وتشعل فتيل المنافسة. جلسات تدريبية متنوعة وحلقات عمل ضمن الدراسة المتقدمة لتأهيل قائدات المرشدات بالداخلية. الشباب يحرم ظفار من الصدارة ويقفز للمركز الثاني. والسويق يفشل في الخروج من المركز الأخير والخابورة يكسب نقطة. والنصر والمصنعة يخسران رهان النقاط. أخيرا انتخاب السلطنة نائبا لرئيس اللجنة الكشفية العربية لتنمية القيادات، دراسة بناء قدرات المدربين في استخدام الحقائب التدريبية تدخل يومها الثاني. أخيرا السعودية تسلم غدا دعوات خليج 22 للمرضوف والزبير والبوسعيدي. إذن هذه أبرز أخبارنا الرياضية لهذا الصباح. إذن بهذا مستمعينا تنتهي حلقتنا لهذا الصباح، وبالتأكيد في الغد يجدد اللقاء معكم وفقرات جديدة من خلال برنامجنا صباح الخير يا بلادي. ختاما هذه تحياتي نجاة سعد، كنت معكم في الإعداد والتقديم، الإشراف لزميلة إيمان بنت عبد الله الحسنية، المتابعة والتنسيق اتصال الحارثية، الزملاء من المكتبة الإذاعية عائشة المعينية ومحمد العامري. كل التحية لكم من مخرجنا مسعود بن حمد السيابي. دمتم بخير ونلقاكم على خير.
حبك يا ريت.